مين؟ جات فكرة بسيطة، اللي عنده مشكلة وحاب يستفيد من خبراتنا في الحياة أنا وأبو هاشم يرفع الشاشة ويكتب مشكلته. بس يكون على قد تعليما، على قد فكرة. نقول بسم الله أبو هاشم، قرب كده شوي. المشكلة الأولى، هذا واحد عمره 16 سنة معاه 60,000. 60؟ 16 سنة، أنا يمكن 16 سنة معايا دبدوب فرحان فيه بدون حسد، الله يبارك له. يبغى يستثمرها بدري على التفكير والله بدري. انا حتى ست مسؤول ما حد يحترم، ما حد يحترمك. عمرك 16 سنه معك 60,000. شوف سيبك من الباجي، بس كلامي حطها بوديعه. والله بني صح، حطها بوديعه، حطها بوديعه، ولما تكبر سنه، يعني لما تكبر 4-5 سنوات يكون معك مبلغ استثمر. الحين لسه صغير انت على الاستثمار. 16 سنه. المشكلة الثانية أبو هاشم، واحد يقول لك تقدر تقنعه يتزوج الثانية. طيب ليه؟ واحدة نقبل موحدين، ثانية إيه؟ الكوال الأولى إذا مرة بطل كمان تبقى ثانية، تبقى تسوي معدد، يبقى تسوي رجال إيه قوي، بعدين الاثنين كلهم خلوك برا وتسلي ما دوننا. المشكلة الثالثة، هذا واحد يقول حب واحدة وسحبت عليه. راجع ملامح وجهك. وجهك ما ساعد. صراحة يمكن دمك ثقيل. راجع نفسك. راجع نفسك. فيسك